رحلة نبوية للدعوة الإسلامية اعتمدت لانطلاقة السنة الهجرية تحت هاشتاغي رأس السنة الهجرية وعام هجري جديد 1439. مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع بداية العام 1439 بتقديم عبارات التهاني وتبريكات الأمة الإسلامية لمناسبة بدء العام الهجري الجديد، والتي تنوعت بين صور ومقاطع فيديو معبرة عن تلك المناسبة. المستخدمون في الكويت تداولوا منذ أيام خبر إعلان ديوان الخدمة المدنية عن العطلة الرسمية التي منحت بهذه المناسبة الموظفين والطلبة، كما هو الحال أيضا في بعض الدول العربية والإسلامية. المستخدمون تداولوا الأذكار والأدعية متمنين أن تكون السنة خيرا على الأمتين العربية والإسلامية.